الزام لعبها إلى حامد بلاتا، الكرة الآن مقطوعة، عادت مرة أخرى إلى الجانب الأيسر إلى جونيور لاعب فريق الطائي، يحاول المرور يبحث له عن زميل، سدد ونواف العتيبي خلص الكرة الماضية الدفاعي في المكان المناسب في اللقطة الماضية. كرة ملعوبة إلى الأمام، أمامية ملعوبة في مصلح، لا يزال هو القائم بين الفريقي الطائي والنهضة 1-1، والكرة الآن ملعوبة تصل إلى جونيور، ممكن يسدد جونيور، سدد الله على الكرة يلعبها الهدف عبد الله الشمري في اللقطة الماضية. كرة تصل الآن إلى عبد الله الشمري، عقيلي من سلطان عقيلي، سعود الراشد، التغيير الثاني لفريق النهضة. الكرة الآن ملعوبة إلى جونيور، جونيور ينقلها إلى راشد الرهيب، راشد الرهيب في المنتصف الآن، الكرة ملعوبة لمصلحة فريق الطائي، تنقل كانت عند خاطر، ملعوبة أمامية تصل إلى جونيور، ولكن عون السلولي يستطيع تخليص الكرة، تعود إلى جونيور مرة أخرى في الجانب الأيسر، يحاول المرور يبحث عن زميل، ربما يلعبها إلى عبد الوهاب جعفر، نقل الكرة إلى منصور الشمري، منصور الشمري إلى عبد الإله البريه، إلى أسعد، أسعد نقلها في الجانب الأيمن إلى جاسم، جاسم يحاول المرور يجد مضايقة دفاعية من عبد الوهاب جعدية، يمكن يسدد جونيور، لعبها إلى عبد الإله، عبد الإله حاول. تمام شوط المباراة الأول الذي طويت صفحته قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلا منهما، والكرة الآن ملعوبة عند إسماعيل لاعب فريق الطائي، يحاول المرور ويجد لا تزال الكرة عند إسماعيل مرة أو لمصلحة جونيور، جونيور يلعبها إلى الجهة اليسرى إلى عبد الإله الشمري اليمنى، ملعوبة لمصلحة راشد الرهيب إلى إسماعيل، إسماعيل ينقلها أمامية إلى جونيور، جونيور يحاول المرور والكرة تطول على جونيور وإلى خارج الملعب رمية جانبية.